الرابعة صباحا الثانية بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي إن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، كما وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية، حيث أصدر الرئيس السيسي عدة قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، كما قرر الرئيس السيسي زيادة 15% في المعاشات وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وتتضمن الحزمة أيضا علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وحافزا إضافيا يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس السيسي ويثمن قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي وصفها الرئيس بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. واعتبر مجلس الأمناء هذه القرارات علامة بارزة ومهمة أمام جلسات الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية الحالية، والذي دعا إليه الرئيس بصورة عاجلة لترشد المشتركين فيها نحو اقتراح كل ما يدعم المصريين اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة الظروف الراهنة، ويساعد في نفس الوقت على بناء اقتصاد مصري قوي ومتقدم ومستقل. وأعلن مجلس الأمناء بصورة كاملة انضمامه إلى مطلب عموم المصريين بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية من الحكومة وكل الجهات المختصة لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها، حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس من ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة. عبر حزب حماة الوطن عن تقديره لقرارات الرئيس السيسي التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة. وأكد الحزب أن الرئيس السيسي حرص على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن، ويؤكد حماة الوطن أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة من تصعيد، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كل الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيرا إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، ومؤكدا ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين.
أكد مصدر مصري مسؤول أن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع. وأكد المصدر أن مصر تدعو كافة الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة. يأتي هذا فيما تبذل مصر جهودا مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بقطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات اليوم الخميس بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. مشاهدينا بهنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبلوا تحية ناردين حبيب، دمتم في أمان الله.